رز ببازاليا. وكمان شوريا ذكر بالمقابلة إنه الشخص الوحيد اللي بيحبه أكتر شي بهاي الدنيا كانت أمه. لا أنتي نسياني، شوريا قال إنه أمي هي كل قوتي وسندي كمان، وهي بتعمل أطيب أكلة شاكرية ورز بالعالم. هادي اللي حكى. نحن لازم نسأل شوريا عن هذا الشي، مو هيك؟ شوريا احكي لنا، شو أطيب أكلة عملتها أمك وأنت حبيتها؟ بترشاك شهوة رز وبازاليا. مثل العادة. مجلة فودي تايمز، إصدار شباط 2017. بتذكر إنه سألوني سؤال وجاوبت عليه بالمقابلة. أنا بكره إنه الناس يكذبوا علي وخاصة قرايبيني. عن جد ذاكرتك قوية مهيك شارما. تأثرت كتير لما شفتها، وبصراحة أنا كتير حبيتها لهي البنت. أنت ليش واقفة هنيك يا حلوة؟ تعالي وعدي جنبي هون شوريا، وأنت كمان تعال عندي. يلا تعالي على البيت بسرعة، واهتمي بالبيت وبشوريا كمان. انتي رح تصيري كني لعيلة محترمة ومعروفة. هالهدية يمكن ما تكون غالية، بس هي تذكار لأمه لشوريا، خليها دائما معك. نحن فشلنا بالفكرة الأولى، شو بدنا نعمل؟ أنا عندي فكرة. بدي اشتري فستان. اسمعوني، اليوم هو مناسبة كتير حلوة، وأنا عندي طلب كتير صغير. خالتي، بعرف إنك أنت بتغني وصوتك حلو، لو سمحتي ممكن تغني لنا شي غنية حلوة؟ مهيك؟ كيف بتطلبي مني غني فجأة؟ شو فيها؟ يعني ما كنت متوقعة هيك طلب. عادي، انتي بلشي وكلياتنا منغني معك، لا تاكلي هم. بس ستي ما بعرف شبك، العرس لازم ينعمل ويطلع حلو، لازم تشاركي وتغني. خلص خلي روحك رياضية كارونا. انتو يا صبايا يلا رقصوا كلياتكم. ايوه يلا. ايوه يلا يلا قوم. شوريا بدي احكي معك شوي. شو القصة خالتي؟ تعال هلا بتعرف. يلا يلا مهيت يلا. شوريا خذ هدول الوثائق معك. لا خالتي انا اسمعني، بدي تحتفظ بممتلكاتك وترجعن على اسمك. خالتي انا ما بقى قدرت نام مرتاحة من وقت ما خليتك تعمل هالشي، بترجاك سامحني. أنا شكيت فيك وخليتك تتعذب، وهلأ لو سمحت رجع ثروتك وممتلكاتك لأسمك. لا لا أنا ليك أنا ما في. خلاص ابني اسمعني، أنا أخذت الشي اللي كان بدي إياه منك، الثقة. عن شو عم تحكي مرت عمة لميهك مع شوريا عن فراد يا ترى؟ أنا لازم أعرف. خالتي أنا كان ممكن أعمل أي شيء حتى أكسب ثقتك، نقل ممتلكاتي ما كان هالشي الكبير. مثل ما بتعرفي أنا ضفت فقرة على وثائق الملكية، وما فيني رجع الممتلكات على اسمي نهائيا. خالتي يعني ما كتير بتفرق إذا كانت الممتلكات باسمي أو باسم مهك، بالنهاية نحن رح نتزوج. خلينا ننسى كل شيء عن هالموضوع. بس إيه؟ أنا
خايفة من ردة فعل مهيك خالتي. إذا عرفت إنه أنا يلي خليتك تنقل كل ممتلكاتك على اسمه ما رح تسامحني أبدا. خالتي ما رح تعرف. مهيك. أيوة ستي أيوة استني شوي. يلا أيوة يا سلام ستي. نعم شو حلو. أنتوا شو عملتوا وشلون تصرفتوا من ورا ظهري بهالطريقة؟ إمتى كنتوا ناويين تخبروني عن هذا الشيء؟ اللي يلا مهيك لو سمحت اسمعيني. مرت عمي فكرت انك قبلتي زواجي من شوريا لانك عرفتي اني انا بحبه، بس اليوم اكتشفت الحقيقه وعرفت انت ليش قبلتي. انت قبلتي بهذا الزواج لانه شوريا نقل كل ممتلكاته على اسمي وبناء على طلبك انت كمان. مهيك انا عملت كل هذا الشيء لأنه أنت شريكة حياتي، نحن بدنا نعيش مع بعضنا. ومرت عمك ما أنا غلطانة، لا تلوميها ألا أبدا. أنا خزلتكن مرة من قبل ومرت عمك معها حق تختبرني. بس أنا ما بدي مصاريك أو ثروتك أو حتى ممتلكاتك شوريا. أنا ما بدي غير تحبني وبس، بدي تدعمني على طول وبالحب. ما في شروط أبداً مو هيك؟ مو هذا اللي علمتيني يا مرت عمي؟ بنتي أنا آسفة كتير. مهيك هي عملت اللي عملته من حبها لإلك. هالشي كان كتير ضروري بالنسبة إلها، بدها تختبرني ليش عم تعاقبي على أخطائي. عندك الحق تعصبي مني مو من مرت عمك. وأنت على شو عم تعاقبها لأمك لكان؟ أنا بعرف إنه مرت عمي عملت اللي عملته كرمال مصلحتي تماماً مثل أمك أنت. عملت كل اللي عملته كرمال مصلحتك وأكيد ما بدها غير مصلحتك وإنك تكون سعيد وبس. شوريا أمك سامحتك على أخطائك مرات كتيرة وما حاسبتك على شيء أبداً. كانت أمك دائماً توقف جنبك إمتى ما احتجت وما كانت تتخلى عنك نهائياً. هي أخذت قرارات كتيرة بقلب مكسور كذا مرة وهالشي كرمال سعادتك. كل الناس بيغلطوا، أنا وإنت غلطنا كمان، بس الواحد لازم يتعلم إنه يسامح الناس. شكراً لأنك حليتي القصة بيني وبين أمي. شوريا بدي منك تعمل معروف وترجع ممتلكاتك لإلك. لا إذا بتكوني إلي فكل شي بملكه هو ملكك. ما بدي شي. على كل حال نحن رح نحكي بهذا الموضوع بعدين. أمي أنا اليوم كتير مبسوط اتنيناتكن معي أنتي وستي. ستي وين ستي؟ شو هاد؟ يا بنات روحوا طلعوا من هون يلا.
انت فقدتي عقلك؟ اسمعي يا بنت،